احنا مش بنتكلم بس على 15 مايو او الزرايب في 15 مايو اللي تحول للزهور، احنا عندنا كمان اماكن اخرى زي مثلث ماسبيرو والفسطاط وسور مجرى العيون، كل دي اماكن ومشروعات تنمويه فعلا حصل فيها تغيير. خلينا نعرف تفاصيلها اكتر من مهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. يا باشمهندس اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين حضرتك. طيب احنا هنتكلم عن المناطق اللي انا ذكرتها، ولكن الشيء بالشيء يذكر، احنا اتكلمنا عن منطقه زهور مايو، احنا عايزين نعرف بقى مساحتها، قدمت ايه خدمات للسكان، اختلفت ازاي؟ طبعا يا فندم يشرفنا، حضرتك فاكره طبعا المنطقه دي كانت منطقه منكوبه بالسيول في طبعًا. 2020 طبعا كانت مبنيه بيوت وعشش يعني تفتقر لكل الخدمات الاساسيه في مقر سيل، فطبعا جه السيل في شهر 3/2020 يعني كلنا نذكر الصور المؤلمة. نعم حصل ضرر كبير جدا ومخاطر رهيبة جدا لأهالي المنطقة. وزارة الإسكان اشتغلت على مساحة 67 فدان في منطقة بعيدة عن المكان المعرض للمخاطر ده، واتبنى فيه عمارات سكنية بحوالي 1008 وحدة سكنية، وبس مش مجرد عمارات، احنا بنتكلم على مجتمع عمراني متكامل بيحترم أهل المنطقة وحرفتهم في تجميع وفرز القمامة وتدويرها والكلام ده كله والحظائر اللي كانوا بيستخدموها. فامبارح الوزير المهندس شريف الشربيني كان بيتابع الموقف ونشرنا الفيديو، يمكن حضراتكم أذعتوه في القناة، للانتظام الحياة في المنطقة. الأهالي المنطقة استلموا وحدات كاملة مجهزة مؤسسة بالكامل، فولي فينيش يعني مفروشة بالكامل ومشطبة، وبالفعل استلموا مع كل وحدة سكنية منطقة مساحة مخصصة للمهنة اللي هم بيشتغلوها فيها فرز للقمامة، وبشكل منظم جدا بينظم العمل بتاعهم وبيحقق لهم دخل أكبر كمان من اللي كانوا بيتحققوا، وتعمل لهم كمان حظائر نموذجية علشان تنظيم المنطقة. فبنتكلم على مجتمع عمراني في سكن، في وحدة صحية، في حضانة، في مدرسة، فطبعا ده تحسين لحياة الناس اللي كانت موجودة وتوصيل لكل الخدمات اللي كانوا محرومين منها في الأول، واللي طبعا كان له تأثير سلبي جدا عليهم وعلى المهنة اللي بيمارسوها. طب عظيم باشمهندس، عشان نحافظ بقى على الشكل الجميل لظهور 15 مايو بكل ما فيها، في بعض الناس ما بيبقاش عنده القدر الكافي من الوعي ازاي يحافظ على المنطقة دي، احنا ايه دورنا يا فندم في الوزارة في الحفاظ على المنطقة وما تم فيه؟ احنا طبعا يا فندم عادة في كل مشروعات الوزارة ومش بس المشروع ده بنوجه بنكلف شركات صيانة ونظافة للمكان. وطبعا احنا هنا في المشروع ده بالتحديد شركاء معانا محافظة القاهرة وشركاء معانا وزارة التضامن اللي قامت بتأسيس الوحدات، فاحنا عندنا أكتر من شريك في الدولة شغال على هذا الموضوع. مش بس زي ما انا سامع كنت حضرتك بتتكلموا على اللي حصل في الأسمرات وفي غيط العنب وهنا وهنا. الدولة كلها بكل أجهزتها بتخش بتعمل تنمية في المكان، بتعمل توعية لأهل المنطقة على الأصول الجديدة اللي حصلوا عليها بشكل جاني من الدولة كاملة، وبتعرفهم يعني إيه منظومة متكاملة للتنمية، وفي نفس الوقت برضو بنكمل معاهم على المستوى الاجتماعي سواء في المدارس أو في دور العبادة أو في الوحدات الحكومية اللي موجودة، زائد أن الدولة طبعا بالتكامل مع وزارة التنمية المحلية بتقوم على صيانة ونظافة المكان، وده طبعا بيحسن الوعي عند الجماهير أو الأهالي اللي ساكنين في المنطقة. أكيد. طيب يعني احنا بنتكلم في ان احنا بقى في عندنا مجتمع كويس قوي، واتكلمنا عن ان احنا هنشوف ازاي الناس تفضل تصونه، الخطوه القادمه اللي هتحصل لمختلف المناطق بقى مش فقط منطقه زهور 15 مايو. احنا طبعا يا فندم اشتغلنا في اكثر من مكان زي ما تفضلتي في اول مداخله، اشتغلنا في سور مجرى العيون، اشتغلنا في مثلث ماسبيرو، وعلى ذكر مثلث ماسبيرو الاهالي اللي كانت موجوده وكان في تخوف كبير ان الدوله ما تعملش وحدات سكنيه وما تاخدش تعويضات، الحمد لله بدانا في اول مرحله العشر ابراج اللي هي السكن البديل لاهل المنطقه، قبل اي تطوير حصل في المنطقه تم انشاء العمارات دي وتسليمها للاهالي مشطبه بالكامل. عظيم. علشان نحافظ على الاهالي اللي كانت موجوده في المكان بعد عمليه اثناء عمليه التطوير وبعد عمليه التطوير. طيب منطقه مجرى العيون كنت ساعتك بتتكلمي عنها، ده اثر تاريخي عملاق اللي هو السور اللي هناك موجود، وكان مجاور له كميه كبيره جدا من المخلفات والكيماويات والمدابغ وكميه كبيره جدا من مخلفات العاصمه في مركز العاصمه على نهر النيل، فكان طبعا مكان سيء جدا مليان اوبئه فقير للخدمات، الاهالي فيه تتعرض لمخاطر رهيبه كل يوم.
فطبعا الحمد لله اول حاجه اتعمل مدابر كبيره جدا في مدينه بدر، منطقه صناعيه متكامله بعمارات حوالي 1008 وحده سكنيه، برضو تم تسكين اهالي المنطقه فيها جنب المصانع اللي بتصنع الجلود والمدابك، واتعمل منطقه صناعه جلود متكامله في مدينه بدر. وبعدين بدانا العمل في المنطقه وشلنا حوالي 7 مليون متر مكعب مخلفات كيماويه، وزي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي نشرناه اول امس منظر المكان بقى عامل ازاي. اتعمل فيه مجتمع عمراني متكامل، منطقه سكنيه فيها 79 عماره بتضم 1924 وحده سكنيه، ده غير مناطق الاداره والتشغيل، ده غير مناطق المولات التجاريه والترفيهيه والسينمات ومسارح مكشوفه، والحاجات دي حاليا داخل اطار التشغيل والخدمه. فبنتكلم على مشروعات تطوير داخل القاهره، وبنتكلم على مشروعات توعيه ودعم الاهالي المناطق العشوائيه اللي كانت بتتعرض للمخاطر، وبنتكلم على منظومه عمرانيه متكامله، مش بس بنقدم سكن فقط، لا بنقدم مجتمع عمراني متكامل لاهل المنطقه. الشغل على التوازي مش على التوالي، كل الحاجات حصلت في نفس الوقت وهو ده اللي يمكن فرق. كل الشكر ليك المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، شكرا جزيلا ليك.